وبنكمل مع بعض بقية حلقات الدراسة في روسيا. اتكلمنا في الفيديوهات السابقة عن أكتر من جامعة، النهاردة هنتكلم عن جامعة مميزة جدا من الجامعات المشهورة جدا في روسيا، والجامعة دي هي جامعة كازان الفيدرالية، جامعة موجود فيها تخصصات كتيرة جدا هنعرفها النهاردة بالتفصيل. بس قبل ما نتكلم في الفيديو خليني أفكرك إنك لو ما اشتركتش في القناة اشترك فيها دلوقتي وفعل زر الجرس واعمل شير للفيديو لو عجبك. أي تفاصيل متعلقة بالجامعة والرسوم بتاعتها وازاي طريقة التقديم وكل التفاصيل دي هنعرفها في الفيديو ده، عشان كده كمل الفيديو للآخر. معاكم إبراهيم من الخوارزمي أكاديمي، يلا بينا نبدأ. جامعة كازان هي جامعة عريقة جدا، يكفي ان انا اقول لك ان تم تأسيسها سنة 1804، فطبعا بقالها سنين كتيرة جدا بتقدم تعليم وبتقدم برامج تعليمية على اعلى مستوى. جامعة كازان الفيدرالية موجودة في مدينة كازان، ومدينة كازان لما تيجي تسأل في روسيا هتلاقيها انها واحدة من اكبر 3 مدن موجودة في روسيا، تعتبر هي المدينة رقم 3 او العاصمة رقم 3 زي ما بتتسمى في روسيا، هي مدينة كازان، وتعتبر من أكبر المراكز الاقتصادية في البلد. يعني الوجود أو التواجد في مدينة كازان هو مش أي مدينة وخلاص، لكن هي مدينة من المدن الكبيرة جدا اللي موجودة في روسيا، وبتبعد حوالي 800 كيلو عن العاصمة موسكو. خليني برضو أقول لك إنه أكبر مسجد موجود في روسيا موجود في مدينة كازان، والمدينة أصلا تعتبر أكتر مدينة موجود فيها تجمع للطلاب المسلمين أو تجمع للمواطنين المسلمين عموما يعني. وافضل حاجه بقى انه المدينه موجود فيها مطار دولي، عشان طبعا لما تسافر تقدر ان انت توصل للمدينه دي بسهوله. الجامعه نفسها زي ما قلنا جامعه عريقه جدا، وده هيبان حتى من عدد الطلاب الموجودين فيها. احنا بنتكلم على اكتر من 46 الف طالب موجودين في جامعه كازان الفيدراليه. كمان جامعه كازان الفيدراليه بتحتل ترتيب مميز جدا في الكيو اس، ترتيبها تقريبا 396 على مستوى جامعات العالم، وبتعتبر هي الجامعة رقم 9 ما بين الجامعات في روسيا، فطبعا تصنيف مميز جدا 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 للدراسة في جامعة بجودة تعليم عالية جدا. لو اتكلمنا عن البرامج الدراسية اللي موجودة في جامعة كازان الفيدرالية، هنلاقي إن فيها برامج دراسية كتيرة جدا وتقريبا مختلف التخصصات، بداية من أول الطب العام وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي وهندسة البترول، هندسة البرمجة، علم النفس، الاقتصاد، تخصصات كتيرة جدا موجودة في جامعة كازان الفيدرالية. نيجي لنقطة تانية برضو مهمة وهي لغة الدراسة. لغة الدراسة في جامعة كازان الفيدرالية متقسمة لحاجتين، يا إما الدراسة باللغة الإنجليزية أو الدراسة باللغة الروسية. الحقيقة إن معظم البرامج الدراسة فيها باللغة الروسية، ما عدا مثلا تخصص زي الطب أو طب الأسنان هنلاقيه موجود باللغة الإنجليزية. الطب العام أو الطب البشري في روسيا مدة دراسته بتكون 6 سنين، أما طب الأسنان بتكون مدة دراسته 5 سنين. طيب تعالوا نعرف ايه هي رسوم الجامعه بالظبط، تعالوا نعرف البرامج اللي احنا اتكلمنا عليها دي رسومها كام سواء في الانجليش او في اللغه الروسيه. اولا احنا بنتكلم عن الطب العام. الطب العام عنده زي ما اتكلمنا عليه قبل كده ان هو موجود باللغه الانجليزيه وباللغه الروسيه. باللغه الانجليزيه رسومه بتكون حوالي 4300 دولار، اما باللغه الروسيه بيكون حوالي 2700 دولار. سعر ممتاز جدا لدراسه الطب باللغه الروسيه او اللغه الانجليزيه في جامعه مميزه ترتيبها عالي زي ما اتكلمنا عن جامعه كازان الفيدراليه. وكذلك طب الاسنان اللي هيلاقيه موجود باللغه الروسيه برضه ب 2700 دولار. وعموما بقى التخصصات بتتراوح سعرها من اول 1800 دولار لغايه 2700 دولار. فحتى الرسوم الدراسيه اللي موجوده في جامعه كازان الفيدراليه هي رسوم مناسبه جدا لكتير جدا من الطلاب. طيب سؤال تاني مهم، ايه هي اوراق التقديم على جامعه كازان الفيدراليه؟ يعني احضر نفسي ازاي عشان اقدم على جامعه كازان الفيدراليه؟ طبعا حاليا في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي في شهر 10 2024 التقديم على جامعه كازان الفيدراليه انتهى. طبعا ممكن يفتح التقديم اكيد في الفصل الدراسي الثاني وكمان في العام القادم. طيب اجهز نفسي ازاي من دلوقتي؟ اهم حاجه ان انا احضر ورقي، محتاج احضر شهاده الثانويه العامه، محتاج احضر صوره من جواز السفر، ولازم برضو الاوراق كلها تكون مترجمه للغه الروسيه. ولو عايز تجهز ملفك بشكل قوي جدا للتقديم على جامعه قويه زي جامعه كازان الفيدراليه، انت ممكن تعمل ده من خلال انك تتواصل معانا وتبعت لنا انك عايز تقدم على جامعه كازان الفيدراليه، واحنا هنقول لك بالظبط على الورق المطلوب وهنجهز لك ملفك بشكل قوي جدا ونحط لك فيه كل الاوراق المطلوبه، وكمان نترجمها للغه الروسيه ونبدا ان احنا نبعتها للجامعه، وكمان بنبعت الاوراق دي اكتر من جامعه عشان نضمن قبولك في جامعات قويه. لو حابب ان انت تقدم على الجامعه دي انا مستنيك، تتواصل معانا على الارقام اللي موجوده في صندوق الوصف.
هتلاقي في صندوق الوصف اللينك بتاع الارقام بتاع الواتساب، هتلاقي مكتوب للتواصل مع استاذ ابرام، وهتلاقي الرقم مكتوب تحتيه لينك كده، مجرد بس ما تضغط على اللينك ده هيوصل لك على طول الواتساب بتاعي، تبعت لي اي استفسار حابب تساله، او حتى تبعت لي الورقه على طول عشان نقدم على روسيا. خلينا ننوه في نهايه الفيديو انه حتى الان احنا في شهر 10 2024، حتى الان في بعض الدول العربيه الممنوع السفر لروسيا زي مصر وسوريا والعراق واليمن والصومال، دول دول ما نقدرش ان احنا نقدم عليهم اصلا لان مش بيجي لهم دعوات للاسف. وكده يبقى انتهى كلامنا عن جامعه كازان الفيدراليه، الجامعه المميزه جدا جدا اللي رشحها لكتير من الطلاب اللي حابين ان هم يدرسوا بجوده تعليم عالي باسعار الى حد ما تكون مناسبه. طبعا كازان الفيدراليه هي الخيار الانسب. نتقابل في فيديو جديد، كان معاكم ابرام من الخوارزمي اكاديمي، سلام.